لا البطولة دي بملايين الملايين اه بالنسبة بالظبط للنادي الأهلي أو بالظبط. جمهوره تحديدا. تمام كابتن ماهر، برضو عن نفس السؤال برضو، إيه اللي ممكن يكون قلقك من النجم الساحلي؟ جمهور، أرض ملعبه، الدفعة المعنوية بتاعته، إيه اللي قلقك تحديدا أو إيه اللي مخوفك؟ هناخدها كده مرحلة مرحلة. كابتن ميدو وكابتن محمود هما بالنسبة لهم عندهم جمهور شرس جدا، بيشجع فرقته بشكل جنوني، واخد بالك، يمكن اقوى كمان من فريق الترجي، فده برضك هيديهم حافز وهيديهم اصرار، جمهور مختلف فعلا. وهيديهم حيويه ان هم وتحدي ان هم خسروا من الترجي، فمهم جدا بالنسبه للنجم الساحلي انه يعوض الخساره دي، يعني بقى في تحدي بالنسبه لجمهور النجم الساحلي من خلال هذه المباراه. هنشوف بالنسبه للجانب الفني، هنلاقي ان هم عندهم النجم الساحلي في مجموعته لعب 6 مباريات، اتعادل 3 وكسب 3 وما خسرش ولا مباراة، وعنده من الأهداف 13 وعليه 4، يعني إذا كان بيدل فبيدل إن هم فرقة بتعرف تكسب داخل ملعبها أو خارج ملعبها، ما خسرتش ولا مباراة. تمام. عندها من اللعيبة اللي بتقدر تجيب أهداف يا ميدو، يعني أنت برضه 13 هدف في المجموعة ده بيعتبر عدد كويس، مش وحش، وبعدين دخل فيه 4 اهداف، فده بياكد ان هو عنده جانب دفاعي منظم من خلاله. طب ما يمكن ما هو قابلش عمل فرق قوية يا كابتن، نعم يمكن ما قابلش فرق لا قوية. لو نشوف المجموعه بتاعته هنلاقي المريخ السوداني والهلال السوداني، ودول بيمثلوا برضك قوه في الكره السودانيه، الفرقتين الكبار واخد بالك، عندهم برضك لعيبه محترفين بيقدروا يستعينوا بيهم بشكل كبير. تمام. النقطه الثانيه ان هو دعم فرقته ب5 لعيبه، يعني هو برضك قدر انه دعم فرقته وزود فرقته ببعض اللعيبه المؤثرين وعاملين شغل معاه، زي الطرابلسي، زي عمرو مرعي، طبعا لعيب انبي المصري اللي هو سجل هدفين في اخر مباراه بالنسبه للنجم الساحلي، بيعتبر من فراوده اللي احنا مهم جدا نحط تحته رقابه، اذا كان من سعد هيبدا او محمد نجيب، أكيد فيبقى لازم إن شاء الله تحت سعد الانذار جاهز عندهم. امين دلوقتي الشرمتي ده لعيب برضك من اللعيبه الدوليين وعنده كويس قوي. خبرات بشكل كبير جدا، قدروا يستعانوا بيه في المرحله. كوناتيه ده ولا كوناتيه ده برضك لعيب افريقي جابوه في المرحله الاخيره، وحمزه الاحمر من اللعيبه اللي عندها خبرات، وبعدين البلبولي اللي هو حارس المرمى بالنسبه للنجم الساحلي، فبعض اللعيبه ديت عملت معاهم شكل وثقه واتزان للاعبي النجم الساحلي. لكن انا من خلال المباراه الاخيره كابتن بيدو وكابتن محمود اتفرجت عليهم، عندهم برضه قصور في اللياقه البدنيه، يعني زي الترجي في اخر ربع ساعه فوجئنا أهلي بانهيار طرابلس، قبل أهلي طرابلس كان ممكن بالظبط. يجيب هدفين. كان يقدر يجيب اهلي طرابلس اكتر من هدف. وبعدين النقطه الغريبه كمان ان احنا فوجئنا ان قلب الدفاع راجل افريقي الطويل ده عندهم جاله شد في اخر ربع ساعه، وبعدين لعيب في نص الملعب جاله شد في ربع ساعه، دي كلها مؤشرات. الشد ده دي مؤشرات بلغه الكوره او بلغه التدريب بياكد ان العامل البدني بالنسبه لعيبي النجم الساحلي برضك مش باللي احنا كنا متخيلينه. اكيد. فدي الحمد لله موجوده عندنا وبشكل كبير جدا، هتساعدنا في الاوقات الاخيره بالنسبه لاوقات المباراه اللي هي بتبقى اوقات مصيريه. النقطه الثالثه زي ما انت اتكلمت ميدو بالنسبه للانذارات، هم بيلعبوا بخشونه وبشكل طف. شمال افريقيا مشهورين بحته الانقضاض والضغط على الخصم بشكل كبير جدا، ومحاوله الاستحواذ على الكوره باساليب معظمها كلها فيها عصبيه وفيها اذى. فانا شايف ان ممكن تاثر عليهم بشكل كبير جدا لو الحكم الجابوني عادل في المباراه ديت، يقدر يطلع الكرات الصفراء وممكن يطلع الكرات الحمراء للاعبي النجم الساحلي. تمام. برضه يا كابتن محمود، يعني كابتن ماهر اتكلم في حته برضه قلقان انا شخصيا، الكروت. احنا عندنا لعيبه عندها كروت صفراء كتير خدناها في مباراه، شفت الحكم مباراه الترجي كان عمال يوزع كروت علينا، كان يعني حكم ايده فرطه بصراحه، يعني لو كتر خيره كريم قوي في الكروت علينا، لكن ما اداش للترجي ولا كارت مش عارف ازاي. فالحكم قلقك ولا الموضوع ممكن يرتقي ان احنا في دور بقى قبل النهائي، فالحكم هيظبط نفسه هيخاف شويه، علاقه الـ 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 الاداريين بتوع النجم الساحلي بالحكام ليهم سجل يعني، فالموضوع ده ممكن يقلق ولا ايه؟ لا بالعكس، في الدوره في الادوار النهائيه يعني في صعوبه يتم يكون في اخطاء من التحكيم متعمده يعني. يعني لو افتكر الكابتن ماهر
زمان ما كنا بنلعب في التمرينات كان مستوى التحكيم سيء سيء في تجاوزات وحاجه صعبه جدا، لان برضه ما كانش فيه اهتمام او ما فيش مراقبه، يعني مش زي الدنيا ما كانتش كده يعني. لا في تطور طبعا في مستوى التحكيم الافريقي، والمفروض الحكام اللي بتولي مسؤوليه الادوار النهائيه ديت المفروض يكونوا على اعلى مستوى، وهو المفروض يكون مركز وحريص جدا ما يخطئش، وحريص انه ما يجاملش صاحب الملعب لانه اسمه ممكن النهارده الحكم برضو باسمه ممكن دخله المادي بيبقى كبير جدا وعنده فرصه، وعندهم حتى الدورات على مستوى القاره ودورات على مستوى العالم، دورات اولمبيه او كاس عالم او كاس عالم للانديه. لا الـ 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 زي الاحتراف دلوقتي بقى في احتراف في الكوره، الدخل زاد جدا بالنسبه للعيبه، فالدخل زاد، فالحكم حريص ان هو على اسمه وعلى سمعته وان هو يؤدي بشكل جيد. برضه هم بينافسوا بعض مين هيوصل كاس، مين هيلعب يحكم في كاس العالم بالزبط. فهو حريص طبعا، ما فيش الحكم من مباراه الترجي يا كابتن كان مرشح لكاس عالم يعني مرشح لكاس عالم او هيروح كاس عالم، وشفناه بصراحه كان سيء كان في اخطاء كتير يعني حاجه. والحكم اللي كان في تونس برضه يعني برضه اي لمسه فاول بيحجمك قلق المساكين يعني اكيد حضرتك طبعا كنت عارف. لا بس لا ان شاء الله يكون حكم كويس، هو من الناحيه الفنيه اكيد كويس، بس احنا مش عايزين نوع من يعني مش عايز اقول لفظ بيبقى صعب شويه، لازم يكون حريص ان هو يكون عادل في الملعب ان شاء الله يكون عادل أكيد. لان احنا بنلعب سيمي فاينل، فاكيد كل الانظار الاتحاد الافريقي كله بيتفرج، فكل المسؤولين في الاتحاد الافريقي بيتفرج، اللي بيرشحوا حتى يمكن على المستوى الاوروبي او مستوى الفيفا برضو بيتابعوا البطوله، واكيد تقييم الحكم دوت هو مركز وعايز يأدي جيم كويس وعايز ينجح، فاعتقد الاخطاء هتبقى ان شاء الله تكون صعبه يعني. يا رب يعني. يا رب يعني. السؤال لحضراتكم ليه كابتن محمود وللكابتن ماهر برضو يعني بصفاتكم يعني يعني من احسن من لعب في مركز المدافعين يعني، يعني لما يكون فرود زي عمرو مرعي، فرود سريع، فرود مقلق، بيلعب راس كويس قوي، بتتعامل معاه ازاي يا كابتن محمود؟ مهم التركيز، التركيز الدفاعي يعني ناحيه التركيز مهمه هي اللي بتفرق يعني. اغلب الاخطاء المدافعين بتبقى عدم تركيز، سرحان في موقف معين في كره عرضيه ممكن يسبقك او انت مش مركز، تمركزك الدفاعي بعيد عنه. مهم جدا التركيز الدفاعي، التركيز الذهني، المراقبه دايما نتكلم مع انت كل اللعيبه دي عارفه يعني. حتى لو انا مش مركز لازم في حوار وفي دايما تنبيه بينك وبين زمايلك، بين حارس المرمى، بين المدافعين وبعضهم. مهم جدا الضغط المستمر خصوصا في المناطق القريبه من الجون، في الكرات العرضيه اللي هي سهل التسجيل منها، دي مهمه جدا المراقبه يعني. مهم كان زمان يمكن احنا بنلعب بليبرو ولاعيب بالظبط واحد، احنا بنلعب واحد وليبرو، كان دي يمكن بتسهل شويه، بتبقى مركز انت مع